بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. ها نحن نواصل مع فيديوهات نموذج الغاز المثالي. في هذا الفيديو الثاني راح إن شاء الله نتعرف على المقادير المستعملة في الغازات، وكذا قياس الضغط، وقياس كذلك الضغط الجوي. المقادير المستعملة في الغازات: تغيرات الحالة الفيزيائية لغاز تعتمد على ماذا؟ تعتمد على محولاته الثلاث. ما هي هذه المحولات الثلاث؟ عندنا أولا الحجم، الحجم ونرمز له ب في، نرمز له بماذا؟ ب في، يعني حجم، أي هو حجم الإناء الذي يوضع فيه الغاز، والوحدة تاعو هي تصيبوا يا اللتر او المتر مربع او المتر عفوا مكعب او المتر مكعب. عندنا كذلك من محولات ثلاثة الضغط، الضغط نرمز له ب بي، بي كنا شفناه في الفيديو السابق، حيث كنا شفنا ان الوحدة تاعو هي الباسكال، هي الباسكال. عندنا كذلك درجة الحرارة، درجة الحرارة اللي نرمزولها ب تي، لا تمبيراتور، في فوليوم، بي بريسيون، تي تمبيراتور. إذن هذه درجة الحرارة يتم قياسها بماذا؟ واش من جهاز؟ المحرار، المحرار أو بما يسمى لو ترمومتر، لو ترمومتر، صح. الوحدة الوحدة هي عندنا الدرجة المئوية، الدرجة المئوية، ولا منك كيف يعني نقولوا صفر درجة مئوية، أو الكلفين، أو الكلفين سنراه فيما بعد إن شاء الله. كذلك كاين كمية المادة، هي ليست من المحولات لكن نسميها كمية مادة الغاز، كمية مادة الغاز اللي هي نرمز لها بأن، نرمز لها بأن. ما هي كمية مادة الغاز؟ هذه الكمية واش دير؟ تحدد عدد مولات الغاز، يعني هي تحدد عدد مولات الغاز، تحدد عدد مولات الغاز، والوحدة تاعها هي المول، هي كمية المادة، الوحدة تاعها هي المول. يعني كل واحد مول، كل واحد مول يحتوي على عدد أفوكادرو من الجزيئات، كل واحد مول يحتوي على عدد أفوكادرو من الجزيئات، أي يساوي تقريب 6.02 في 10 قوة 23 هكذا. إذن كيف يتم تعيين كمية المادة الغازية؟ يعني كيفاش يتم تعيين كمية المادة الغازية؟ حيث أننا نجد في الأجسام الغازية عندنا كمية المادة الموافقة لكتلة آم من غاز كتلته المولية آم، عندنا كمية المادة الموافقة، هذا مهم جدا جدا، لكتلة آم من غاز كتلته المولية آم، من غاز كتلته المولية ام ماجيسكول، نرمز لها الكتلة المولية، وهذه الكتلة ام، اي ان يساوي ام الكتلة على الكتلة المولية. كذلك عندنا كمية المادة الموافقة لحجم من غاز حجمه المولي، كمية المادة الموافقة
بحجم بحجم نرمز له ب في لو فوليوم من غاز حجمه المولي في ام، من غاز حجمه المولي نرمز له ب في ام فوليوم مولر. اذا ان يساوي الحجم على الحجم المولي هكذا، حيث ان الحجم المولي، لاحظ انتبه جيدا، الحجم المولي للغاز في الشرطين النظاميين، في الشرطين النظاميين حيث تكون درجة الحرارة 0 درجة وضغط الجوي النظام يكون 1 أتموسفير، هو ماذا؟ هو في ام، الحجم المولي في هذه الشروط يكون يساوي 22.4 لتر. نعود، الحجم المولي للغاز في شرطين النظاميين درجة الحرارة 0 درجة وضغط الجوي النظامي 1 أتموسفير يكون يساوي تقريبا 22.4 لتر. كذلك عندنا كمية المادة الموافقة لغاز يكون مذاب في حجم من الماء المقطر بحيث يكون تركيز المحلول سي. كمية المادة الموافقة لغاز مذاب، عفوا مذاب في حجم، في حجم في يعني غاز مذاب في حجم في من الماء المقطر، من الماء المقطر، من الماء المقطر بحيث يكون تركيز، بحيث يكون تركيز المحلول، تركيز المحلول هو سي، التركيز سي صح. إذن هنا واش نكتب؟ ان تساوي التركيز في الحجم، ان تساوي ماذا؟ التركيز في الحجم، يعني نقدروا نكادريو هذو، نشوفوا عليهم مليح، نخدموا بهم في التمارين هكذا. مثال هذا واش طلبوا منا؟ قال لك احسب عدد جزيئات غاز ثنائي الهيدروجين H2 الموجودة في 0.2 مول منه، ثم احسب كتلة هذه الكمية. صح، قبل ما نبدأ نحسب يكون في علمك عزيز الطالب، عزيزتي الطالبة، انه اذا كان ان، اذا رمزنا لان يعني هو عدد كيفي من الأفراد الكيميائية، يعني هو عدد الأفراد الكيميائية. كنا قرينا شفنا ما هي الأفراد الكيميائية في السنة الأولى ثانوي، يعني جزيئات، إلكترونات، شواذ إلى آخره. يعني هو هذا ان هو عدد أفراد كيميائية المتواجدة في مقدار معين من المادة، متواجدة في مقدار معين من المادة، إذن من المادة. إذن يمكننا التعبير عن هذا العدد بالعلاقة التالية اللي هي أشفع مليح ليها مليح، أن يساوي عدد أفوغادرو، النمبر دافوغادرو في كمية المادة، وكنا شفنا هذه في السنة الأولى ثانوي. إذن قال لك احسب عدد جزيئات غاز ثنائي، إذن نستعمل هذا عدد جزيئات، إذن أن يساوي ان ا في ان، اذا يساوي عدد افوغادرو اللي هو 6.02 في 10^23 في ان اللي عطاونا 0.2 مول. شحال تعطينا؟ لاحظ، يعني هاي 6.02 في 10^23 في 0.2. هاي شحال اعطت لنا؟ اعطت لنا 1.2
في 10 قوة 23 أو 1.204 تقدر تكتبها، معليش 1.200 لأنها مدورة إلى 10 قوة ناقص 3 ما يهمش، 1.204 في 10 قوة 23، 1.204 في 10 قوة 23 جزيء لأنه قلنا أحسب عدد الجزيئات. الآن طلبوا منا كذلك حساب كتلة هذه الكمية. إذن الكتلة المولية الجزيئية لغاز ثنائي الهيدروجين واش هي؟ أول حاجة نحسبوا الكتلة. لماذا؟ لأن هنا راح نستعملوا العلاقة هذه الآن تساوي الكتلة على الكتلة المولية. إذن هنا لازم منا الكتلة المولية الجزيئية لغاز ثنائي الهيدروجين، درناها كذلك في السنة الأولى ثانوي. إذن الكتلة المولية لغاز ثنائي الهيدروجين تساوي ماذا؟ تساوي 1 جرام في 1 في 2 جرام في 2، إذن تعطينا 2 جرام على المول، 2 جرام على المول هكذا. إذن هذه واش راح تكون تساوي؟ احنا واش طلبوا منا حساب كتلة هذه الكمية. إذن من هذه العلاقة نخرج الكتلة تساوي N في M، إذن تساوي 0.2 في الاثنان ومنه تساوي 0.4 جرام. لاحظ كي تكون تعرف كيفاش تستعمل العلاقات لا مانيبيولاسيون دي فورمول، هنا خلاص تبدا متمكن وتحسب بكل سهوله. الان نشوف قياس او كيفيه قياس الضغط، حيث يستعمل لقياس ضغوط الغازات المختلفه تستعمل اجهزه خاصه. من هذه الاجهزه المانومتر، عندنا المانومتر، مانومتر بالفرنسي يسموه المانومتر، ها هو مانومتر هكذا. إذن هذا الجهاز يستعمل في قياس ضغط أي غاز كان، يستعمل في قياس ضغط أي غاز كان. ها هو جهاز المانومتر، لاحظ أن الوحدة فيه هو البار، هو البار، حيث كنا قلنا في الفيديو اللي جاز أنه الوحدة أي واحد بار، الضغط يقاس بالبار كذلك والباسكال، واحد بار يساوي 10 قوة 5 باسكال. يعني ولاحظ كي تجي هنا، هذه هنا واحد بار، اثنين بار، ثلاثة، أربعة، خمسة، حتى هذا يصل إلى 10 بار، يعني 10 في 10 قوة 5، وشوف شعل توس. إذا قلنا هذا الجهاز يستعمل في ماذا؟ في قياس ضغط أي غاز. يعني هنا نقيس هذا الضغط بالنسبة إلى الضغط الجوي، نقيس هذا الضغط بالنسبة إلى الضغط الجوي، وهذا الجهاز يسموه مقياس الضغط التفاضلي، مقياس الضغط التفاضلي، التفاضلي بيون فرونسي يسموه لا لو بريسيون، بريسيون متر ديفيرونسيال، لو بريسيون، بريسيون اي بريسيون متر تفاضلي ديفيرونسيال. هكذا تفاضل نقراها في الرياضيات في سنة ثالثة ثانوي، ديفيرونسيال. كذلك عندنا جهاز آخر وهو البارومتر، البارومتر، البارومتر اون فرونسي يسموه لو باغومتر، لو باغومتر هكذا باغومتر. إذن هذا كذلك يستعمل، هذا الجهاز يستعمل في هذا ما كتبناش الآن، قلنا هذا يستعمل في قياس ضغط أي غاز، يستعمل في قياس
ضغط أي غاز. أما هذا يستعمل في قياس الضغط الجوي، يستعمل في قياس الضغط الجوي. كيفاش يجي داير هذا؟ ها هو أمامك لو بارومتر، لاحظ. وهذا البارومتر هو هذا المانومتر، مقياس الضغط التفاضلي. أما هذا فهو مقياس الضغط المطلق، مقياس الضغط المطلق، يعني en français le pressiomètre absolu. Pressiomètre absolu. Absolu sans E لأنه impressionmètre masculin. إذن لاحظ، شوف هذا البار، وهذا شو واش راهم دايرين فيه. نجون نكبروا الصورة، لاحظ هنا كبرنا الصورة، انتبه شو واش راهم دايرين فيه. راك تشوف باش شوف طومبيت، ها طومبيت عاصفة، بلوي او فون الشتاء ولا الريح، فاريابل متغير، بوطون اي جو جميل، ها طري سك جفاف. راك تشوف كيفاش راهي الفليشه منين تبدا وتجي طالعه. راك تشوف هكذا وتجي طالعه هاك، يعني لاحظ بين الفرق بين لو بارومتر والفرق بين المانومتر. شو هذا بالبار وهذا راهم دايرين فيه هنا، يعني كاين ناس اخصائيين في هذا، يعني يستعملوا البارومتر هذا. اليك الان هذا التمرين التطبيقي. قال لك قاروره غاز من حديد، ها قرعه تاع غاز كيما نقولوا احنا، روح جيب قرعه تاع غاز قبل ما يديروا لنا غاز تاع غاز دو فيل، غاز المدينه كان عندنا هذا، وكاين اللي مازالهم الان يستعملوهم، دير الطوندور والتويو الى اخره. اذا قاروره غاز من حديد حجمها 30 لتر، الحجم تاعها 30 لتر صح. اذا حجم في 30 لتر، قاعدتها السفلى على شكل قرص نصف قدره، يعني القاعده السفلى تاعها لا باز تاعها القاعده راهي من تحت على شكل قرص هكذا، عطاونا نصف قطره اللي هو ار لو ريون، نصف القطر يسموه لو ريون. لو ريون يعني كاين لي بزاف كتب ولا حتى كتاب مدرسي الار يرمز له هكا، لكن هي في الحقيقه ار يرمز له ار مينيسكول لو ريون، وهذه ترمز الى لا ريزيستونس المقاومه باش نفرقوا بيناتهم صح. ما عليناش، المهم احنا فاهمين باللي نصف القطر. اذا ار هذا عطاونا ار يساوي 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر. اذا تحتوي غاز تحت ضغط بي يساوي 5 بار، مانيش عارف على دارو بي 2 هذه، يساوي 5 بار. اذا بي يساوي 5 بار صح. اذا هنا قال لك اقترح طريقه لقياس ضغط الغاز. طريقة واش هي الطريقة؟ نجيب هذاك المانومتر، ها نجيب المانومتر، نوصل هذا المانومتر بالمخرج تاع الغاز اللي هذا اللي راه في القارورة هنا، ها هو بالمخرج تاع الغاز هذا ها هو المخرج تاعها، نلصق فيه المانومتر لهنا، ها اللي هو مقياس الضغط. لكن هنا المانومتر لازم يكون يضبط بأحكام حتى ما تكونش فويت تاع غاز، حتى ما يخرجش الغاز ونولي ثاني في تبدا مشروع ونبدا نجرو بيك وما نعرف واش. ومن بعد واش ندير؟ نفتح الصنبور لو روبيني هذا الصنبور حتى يمر الغاز الى المقياس، ومن بعد نقرا قيمه الضغط نقراها في المانومتر كما شفنا غير درك شويه، ها كما شفنا درك شويه. هذه هي الطريقه. ثانيا قال لك ما هي القوه الضاغطه المطبقه من طرف الغاز على قعر القاروره، يعني القاعة تاع القارورة هذه، قعر القارورة
اللي هي على شكل أسطوانة. إذن ما هي هذه القوة المطبقة؟ أولا من العلاقة اللي شفناها في الفيديو السابق اللي هي الضغط يساوي F القوة على المساحة لا تشفوا. واش قلت لكم؟ كنت قلت لكم باللي هذا واش هو؟ هذا الضغط، معليش في الإفادة في الإعادة إفادة، هذا الضغط، وقلنا باللي الوحدة تاعو هي الباسكال صح، وقلنا باللي الاس هي واش؟ هي مساحة السطح المؤثر عليه، مساحة السطح المؤثر عليه. ها المساحة واش تنحسب؟ مساحة بغا يقولونا ولا ما يقولوش، نعرفوها ملي كنا في من الابتدائي باللي بالمتر مربع صح. هذه واش هي؟ هي القوة الضاغطة، هذه هي القوة الضاغطة ضاغطة ها اللي هي الوحدة تاعها نيوتن بالطبع القوة. إذا هنا طلبوا منا حساب القوة الضاغطة، إذا من هذا العلاقة نجبد القوة الضاغطة أنها F تساوي ماذا؟ P في S. P في S. إذا نأتي نحسب S اللي هي مساحة قاع القارورة. ها حساب مساحة قاع القارورة هكذا. إذا قاع القارورة هو مساحة أسطوانة، إذا مساحة الأسطوانة روح للهندسة دروك، لاحظ باللي هاني في الهندسة هاني نحسب في الكيمياء. ها إذا مساحة الأسطوانة تساوي بي في ار مربع، يعني بي في نصف القطر مربع، إذا تساوي بي في نصف القطر، نصف القطر اش على طوالي؟ 20 سنتيمتر، لا لا، أنا لازمني بالمتر، فاهمين؟ لأنه متر مربع، ماشي نضرب في السنتيمتر وأنا ندير النتيجة بالمتر مربع، من ما لا، إذا آر انتبه آر طوالي 20 سنتيمتر، باش نحولوا للمتر نضرب بالعشرين في 10 قوة ناقص 2، إذا يساوي 0.2 متر، هكذا، صح، إذا في 0.2 قلنا مربع مربع هكذا. إذا شحال تعطيني النتيجة؟ أنت عندي بي، بي أي جاية فوق إكسبون كما قلت لكم في التمارين تاع الفيزياء، هاي جاية فوق إكسبو، وين هذه إكسبو؟ أي فوقها، إذا لازم نعبز هنا على الزر وين مكتوب شيفت، شيفت تخرج هذه شيفت إس صغيرة، عبز هاي خرجت لي بي. إذا بي مضروبة في ماذا؟ في 0.2 مربع، هاي إكس مربع ولا أس إثنان كيما تحب، إكس مربع شحال عطاتلنا؟ عطاتلنا 0.1256، ها هي ندي 0.1256، يا في الحق عنده 57، يعني 0.1257 هكذا متر مربع صح. الآن نجي نحسب نعوض، إذن بي صح، لكن سمحوا لي الضغط أعطاه لنا 5 بار، وأنا هنا قلت لازم، لاحظ قلت لازم تكون بالباسكال باش نتفاهموا، يعني أعطوني بي تساوي 5 بار، ها لازمني نحولها الى ماذا؟ الى الباسكال. اذا وكنا قلنا في الفيديو السابق انه 1 بار يساوي 10 قوة 5 باسكال، هذه قلناها في الفيديو السابق، اذا 5 بار تساوي 5 × 10^5 باسكال هكذا. الان نروح نختم كمل حل التمرين تاعي، اذا نعاود F تساوي P في الاس، اذا تساوي P اللي هي 5 × 10^5 في الاس اللي هي 0.1257 شحال تعطيني هكذا، او مباشره نديرها
خمسة في 10 قوة 5 في بي في 0.2 مربع واحسب بلاك كالكولاتس مباشرة هكذا. هانتبه لاحظ، 5 في 10 قوة 5 لاحظ في العدد اللي دورناه في 0.1257. شحال أعطتنا؟ أعطتنا 62850. 62850. إذن أعطتنا 62850 نيوتن، صح. لكن لو جيت وحسبت ودرت بهذه الطريقة، لاحظ 5 في 10 قوة 5 في بي في 0.2 مربع، وأنا أفضل هذه الطريقة أحسن. شوف شعلت مدلي، انتبه، عندي 5 في 10 قوة 5 يعني هذه تمدني النتيجة صحيحة في البي اللي هو هنا، ايوه، في 0.2 مربع. شحال عطاتنا؟ هاي لك عطاتنا 62831. هل تشوف؟ لأني دورت العدد أنا 6 رديتها 7 شو شحال طلعت. إذن هذه هي النتيجة الصحيحة اللي هي 62831. حنا نديرو 32 ندورو إلى الوحدة، 62832، 62832 هذه هي النتيجة الصحيحة. إذن هذه هي الطريقة اللي نحسبها من الأحسن، نظلوا ندوروا كذا، قال تساوي كذا، عوض قيمتها هنا واحسب مباشرة. ثالثا واش قال؟ قال لك هل هذه القوة معتبرة أم ضعيفة الشدة؟ يعني هل هذه القوة معتبرة أم ضعيفة الشدة؟ وكيف تفسر عدم تشوه القعر؟ وماذا تقول عن جدران القارورة؟ إذن هذه القوة هي محصلة قوى الاصطدام لجزيئات الغاز على كامل نقاط قعر القارورة. يعني هذه القوة لا تؤثر كما هي في أي نقطة من قاعدة القارورة. لماذا؟ لأن القوى الضاغطة تمتاز بكونها قوى موزعة، تكون موزعة على جميع نقاط سطح تلامس الغاز بالإناء الذي يحتويه اللي هي هنا القارورة، أي أن شدة القوة في كل نقطة تكون أقل بكثير من شدة المحصلة المحسوبة، لأن هذه اللي حسبناها تكون متوزعة على قعر القارورة، يعني هنا نتوزع، إذن تكون قليلة بزاف لأنها توزع عليه. لاحظ في الصورة هذه ما صرات لكش قاعد تكون لربما كان اللي فيكم عنده البيرميسو، وكان اللي ما عندوش يكون راكب مع باباه ولا مع اخوه ولا مع اي واحد، ومن بعد يروحوا عند الفولغانيزاتور اللي يصلح العجلات. فولغانيزاتور ها هو اللي يصلح العجلات، اللي يسموه فرنسي لي بنو، ان بنو اي عجله، صح. كي تروح ليه لاحظ يحكم المانومتر اللي راه في يدو، المانومتر ها هو يحكم المانومتر عند هذا مصلح العجله، حكم المانومتر والمؤشر جا لهنا، يعني راهو من جهه يعني 4.5 بار، يعني راهو دايرنا 4.5 بار، صح. واش المقصود بهذه؟ واش المقصود بها؟ هاو دار هنا 4.5 بار، لأنهم بالنسبة للعجلات تصيب تاع لاريير يختلفوا في الضغط على تاع العجلات الأمامية، يعني العجلات الخلفية يختلفوا على العجلات الأمامية. إذا ماذا يعني هذه 4.5؟ هذا يعني أن الهواء اللي راه متواجد داخل العجلة، أي داخل البنو هذا، هو ضغط يساوي ماذا؟ يساوي 4.5 بار زائد لابريسيون اتموسفيريك،
زائد الضغط الجوي، لأن قلنا هذا ينقص به الضغط الغاز بالنسبة إلى الضغط الجوي. هذا كمثال بسيط فقط على يعني حاجة اللي عايشينها يوميا يعني عند الفيجانيزاتور ولا مصلح العجلات. الآن نشوف قياس الضغط الجوي، لا mesure de la pression atmosphérique. هكذا mesure de la pression atmosphérique. انتبه معي. إذا بماذا يمكننا تعريف الضغط الجوي؟ الضغط الجوي يعرف بأنه وزن عمود الهواء كما راكم تشوفوا، ها لا كولون دير، عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة. ها هاي لا فورس دو بريسيون لي فلاش هذو، وهذه وحدة المساحة اللي راهي مكتوبة اي واحد متر مربع. إذا نعاود، الضغط الجوي يعرف بأنه وزن عمود الهواء، يعني عمود الهواء الواقع على وحدة المساحة، حيث أن الضغط الجوي يقل كلما ارتفعنا، لاحظ في الصورة، كلما ارتفعنا عن سطح الأرض يقل، عفوا، كلما ارتفعنا عن سطح البحر إذن الضغط الجوي يقل ويرتفع كلما انخفضنا عن سطح البحر. يعني لاحظ منا تزيد لا بريسيون، هاي لاحظ كلما هذه قوه ثقل، كلما طلعنا، لاحظ كلما ارتفعنا عن سطح البحر كلما يقل الضغط الجوي، كلما دخلنا في الارض تحت سطح البحر كلما يرتفع الضغط الجوي. على ذلك في البحر في أعماق البحار الضغط يكون مرتفع جدا جدا، ها يكون مرتفع جدا جدا، حيث أن قيمة الضغط الجوي عند سطح البحر أي عند درجة حرارة صفر درجة مئوية، ها تي تساوي صفر درجة مئوية، هنا الضغط الجوي قلنا عند سطح البحر يكون يساوي 1.013 في 10 قوة 5 باسكال، أو تساوي بماذا؟ تساوي 76 سنتيمتر مركور، سنتيمتر اش جي، أي سنتيمتر زئبق، سموه سنتيمتر مركور أو سنتيمتر زئبق. وكما كنا شفنا أن الضغط الجوي يقاس بماذا؟ بالبارومتر، بالبارومتر. لاحظ لهذا السبب الهواء الساخن دائما يرتفع نحو الأعلى، يعني كن الهواء الساخن تسيبه هنا نحو الأعلى، يرتفع نحو الأعلى، دائما يرتفع الهواء الساخن، يعني ويكون دائما فوق طبقات الهواء البارد. ها لذا الهواء الساخن عنده كتلة حجمية أقل من الهواء البارد، الهواء الساخن عنده كتلة حجمية أقل من البارد. لماذا؟ لأن صار له كيما البالونة، كنا نفخو بالونة هاكا كبيرة هي اللي تطلع، مسح بالونة صغيرة، يعني لاحظ أن هذه كتلتها الحجمية كبيرة على هذه. إذن هكذا بالنسبة للهواء الساخن، قلنا دائما يرتفع فوق طبقات، يرتفع إلى أعلى فوق طبقات الهواء البارد، وكتلة الحجمية تاع الهواء الساخن تكون أقل من الكتلة الحجمية تاع الهواء البارد. كما قلت لكم أنه كل ما هاكا زاد كبير يعني الكتلة الحجمية تكون أقل، وهذا الكتلة الحجمية اللي يكون لتحت الكتلة الحجمية تاعو تكون يعني مرتفعة، على ذلك ما تقدرش تطلع، ما تقدرش تطلع. موالفين احنا في كي نشوفوا رانا نتفرجوا في التلفاز نشوفوا في الاحوال الجويه، ورونا صور كيما هذه خرائط
تيما هذه تاع الضغط، هذه خرائط تاع الضغط، سي دي كارت افيك لي شون دو بريسيون. صح، علاش يورونا هذه ولا ربما ما نفهموش واش راهم يقولوا وكذا. صح، هنا كاين منطقتين، كاين اللي راهي بالاحمر وكاين اللي راهي باللون الازرق. يعني اللي راهي بالاحمر هي منطقة ذات ضغط مرتفع، منطقة ذات ضغط مرتفع، مرتفع ونسموها اونتي سيكلون، اونتي سيكلون، عفوا السيوم بعد سيكلون، اونتي سيكلون. هذه يرمزوا لها، اي الرمز تاعها، ها الرمز تاعها يرمزوا لها ب ا او ب اش كما ترى لهنا عم رمزين لها بالا. هذا سيتان اونتي سيكلون، منطقة ذات ضغط مرتفع جدا جدا، مرتفع جدا. ها هي. اما المنطقة ذات ضغط منخفض جدا، منطقة ذات ضغط منخفض جدا، ها نسموها ديبريسيون، ديبريسيون. هذه الرمز تاعها تسيبهم يرمزوا لها ب دي او ب ال، يرمزوا لها ب دي او ب ال كما هنا لاحظ دي، هذو اللي بالازرق مناطق، مناطق ذات ضغط منخفض جدا، اما اللي بالاحمر هي مناطق ذات ضغط مرتفع جدا. لذا من اليوم وصاعد ان شاء الله اللي ما كانش عارف، كي تشوف الاحوال الجويه شوف هكا تعرف يكتبوا الا ولا الاش، وهنا يكتبوا الدي ولا الال، تعرف وين راهي، اسكو الضغط راه منخفض جهتنا ولا راه كذا، جايه الشتاء ما جايه الى اخره. نحاول الان نحل هذا التمرين التطبيقي. قال لك الضغط الجوي على سطح الارض هو 10 قوة 5 باسكال. صح، ما هي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على ملعب، كما راك تشوف ملعب مستطيل عرضه 50 متر، ها يعني العرض تاع الملعب، ها العرض تاعو 50 متر والطول تاعو من حتى لهنا، ها من حتى لهنا طولنا 100 متر هكذا. صح، إذن طلبوا منا القوة. إذن أولا نبدأ، أول حاجة نحسب المساحة، مساحة الملعب، مساحة الملعب. إذن S تساوي 50%، ها يعني هذا بالمتر وهذا بالمتر، يعني ما عنديش إشكال، ما عندي حتى تحويل، إذن تساوي 5000 متر مربع. إذن نحسب الآن القوة، F تساوي P في الاس، اي تساوي اعطاها لي 10 قوة 5 باسكال، ما عندي ما نحول كيف كيف، هكذا في 5000، اي تساوي ديجا هذه راهي 5 في 10 قوة 3، اذا تولي لي هنا 5 في 10 قوة 8 جمع الاسس اي النيوتن. ومن بعد واش قال لك ثاني، ما هي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على باب، ها باب مساحتها 2 متر مربع، إذا كان الفرق في الضغط على وجه الباب هو 10 قوة 3 باسكال، يعني الفرق في الضغط دلتا بي يساوي 10 قوة 3 باسكال. صح، يعني قال لك ما هي القوة الناتجة عن الضغط الجوي على باب، إذا كان الباب مساحته، المساحة تاعو يعني S تاع الباب نسموها S فتحة، تساوي 10 تساوي 2 متر مربع، ها يعني إذا كان الفرق في كذا 10، فما هي شدة محصلة القوة المطبقة على الباب؟ سؤال سهل جدا جدا. إذا نحسبه F نسموها F فتحة مثلا تساوي
دال طب في اس فتحة لي مساحة الباب اي تساوي 10 قوة 3 في الاثنان ومنه تساوي 2 في 10 قوة 3 نيوتن. قال لك هل يمكنك ان تفتح هذا الباب بيدك؟ لاحظ القوة 2 في 10 قوة 3 نيوتن يعني 2000 نيوتن، 2000 نيوتن راهي حاجة كبيرة، إذن لا يمكن فتح هذا الباب. لماذا؟ لأننا لا نستطيع بذل مثل هذه القوة بواسطة اليد فقط. إذن ما عليك إلا تروح تعيط لولاد حومتك يجوا يعاونوك، وإذا ما قدروش ما عليك إلا تجيب بوكنا وتكسر الباب. أني نكسر برك، إذا تروح ديرها صح. ونختم هذا الفيديو بهذا التمرين الرابع اللي راه موجود في الكتاب المدرسي في الصفحة 256، الصفحة 256. قال لك أسطوانة من حديد حجمها في يساوي 30 لتر، يعني عطاونا الحجم في يساوي 30 لتر، قاعدته ذات نصف قطر 20 سنتيمتر، وعطاونا R يساوي 20 سنتيمتر، صح. تحتوي غاز تحت ضغط P يساوي 5 بار، يعني تقريبا كما التمرين اللي درناه التطبيق تاع قارورة الغاز تقريبا يشبه له. إذا أولا ما هو ضغط الغاز؟ كنا عرفناه. ها اذا لو جينا نعرفوا الغاز قلنا باللي هو قيمه القوه الضاغطه من طرف غاز على واحد متر مربع، كما شفنا عمود الهواء على وحده المساحه اللي هي واحد متر مربع. ها يعني من يعني منين؟ من السطح الملامس له. اذا واش قالونا في الف؟ ما هي شده القوه المطبقه من طرف الغاز على قاعده الاسطوانه؟ يعني هنا نحسب شدة القوة المطبقة من طرف الغاز على قاعدة الأسطوانة. إذا لدي F تساوي P في الأس، ها إذا تساوي ماذا؟ تساوي P في P في R مربع. ديرك الأس هي R في R مربع. هنا عندي البي هذيك راهي 5 بار، يعني بي تساوي 5 بار، إذا لازم لي نحولها إلى الباسكال، إذا تساوي 5 في 10 قوة 5 باسكال، صح. الآر راهي تساوي 20 سنتيمتر، لازم لي نحولها للمتر، إذا 0.2 متر، صح. هنا نقدر نختم. إذا ماذا تساوي؟ تساوي بي قلنا 5 في 10 قوة 5 في بي في 0.2 مربع. أنا نحب نحسب هكذا تكون كي ندير الكالكولاتري سيونتيفيك الحاسبة العلمية تخرج لي النتيجة إكزاكت بإثنين، صح. أنت يعني عندي 5 في 10 قوة 5 في بي، قلنا شيفت ودير فوق الإكسبو تخرج بي في 0.2 مربع، ها هو هكا يخرج النتيجة، تخرج لي إكزاكت، ما عندي حتى نقاش. يعني انتبه، يعني هذه ماشي فصيلة، هاي الفصيلة النقطة هي الفصيلة. إذا خرجت لي 62831، ما يهمنيش حتى كاين ورا الفصيلة، لأني راح ندير 6.28، شحال يبقى؟ 1 2 3 4، 6.28 في 10 قوة 4، إذا 6.28 في 10 قوة 4 نيوتن. ها إذا نعاود لكم، قلت لكم من الأحسن دير الطريقة هذه ديريكت في لاكالكولاتري سيونتيفيك، احسب هاي في الحاسبة العلمية، احسب مباشرة هذه في البي في كذا احسب، لأنها مسموحة الحاسبة العلمية في الاختبارات في الفروض في البكالوريا.
مع لا كالكولاتريس. الجرافيك أي الحاسبة البيانية اللي هي ممنوعة، اللي ترسم البيان هي ممنوعة، صح. عفوا، باقى لك كم يصبح حجم الغاز في اثنين إذا أخفضنا الضغط داخل الأسطوانة. يعني إذا خفضنا الضغط داخل الأسطوانة إلى 2 بار، كان 5 بار الضغط نخفضه إلى 2 بار. أنا في رأيي هنا الحجم لا يتغير. لماذا؟ لأن الأسطوانة من حديد، أسطوانة من حديد، وقلنا باللي الغاز يعني يتزوج بالحجم تاع الإناء اللي راهو فيه، يملأ وصلت الضغط ولا تخليه راح موش راح الغاز يبقى لتحت والنص تاع القرعة الفوق فارغ. يعني خمم، يعني مهما ضغطنا الغاز على جوانب القارورة يبقى دائما حجمها يبقى دائما 30 لتر. يعني لو اعتبرنا ان الاسطوانة حجم ثابت 30 لتر ما يتغيرش، تبقى كما هي، يعني لا يتغير. والحل الوحيد باش نخفضوا الغاز يعني بلا ما نغير كمية المادة هو ماذا؟ هو تخفيض درجة الحرارة. إذن أذكرنا كلمة درجة الحرارة، وهذا هو بإذن الله درسنا المقبل في الفيديو الثالث إن شاء الله، راح نشوف مفهوم درجة الحرارة وقياسها. أعزائي الطلبة، قبل أن أغادر دائما أنصحكم بهذا البلوغ، ها هو العنوان تاعو، ها هذا البلوغ راني صنعته، ها ودرت فيه هذا البلوغ، يعني راح يسهل لك كلش، لأنه كاين ناس تدخل إلى اليوتيوب تسيب الفيديوهات مخلطة من السنة الرابعة للسنة الأولى الثانية الثالثة ثانوي بمختلف شعبها ومختلف مستوياتها. إذا في هذا البلوغ عندما تدخل راك تسيب الفيديوهات مرتبة حسب المستويات الدراسية وحسب المواد، أي فيزياء أو رياضيات أو تكنولوجيا بالنسبة للسنة الأولى، ويعني تدخل بكل سهولة تروح مباشرة. وثانية تصيب عناوين الدروس متسلسلة، ما تتعبش، العنوان مكتوب، إذا كان تمرين تمرين، إذا كان درس درس. يعني هنا سهلت هذا، راني يعني أنا تعبت بأنجزت هذه المدونة من أجل راحتكم. نستنى منكم حاجة واحدة برك، تقولون يرحم والديك أستاذ، هذا مك ادعونا برك، ما طلبنا منكم لا دراهم ولا حاجة أخرى، ادعونا. هذه إذن أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.